مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الجزائرية شو. كالعادة البرنامج يواكب أهم أحداث الأسبوع وكذلك أهم أحداث الساعة. حديث الساعة اليوم سيكون فيروس كورونا. هذا الفيروس، يعني هذا العدو الغير المرئي لحد الساعة، دخل في حرب مع العالم. لا الصين لا أمريكا لا أوروبا استطاعت التحكم في هذا الفيروس القاتل. حقيقة سيناريو مخيف جدا. هل نحن في سيناريو فيلم رعب أم هي حقيقة؟ إذا كل هذه الأمور راح نتكلموا عليها مع مختصين راهم حاضرين معنا. نرحب بالسيد جلول حجيم الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة، مرحبا بك، شكرا على قبول دعوتنا. كما أرحب بمحمد بالعياطي طبيب عام، مرحبا بك. مرحبا بك يا مسام. وارحب كذلك بالسيد يحيى زان امين عام المنتدى الاقتصادي الجزائري. وكذلك ارحب بالدكتور فريد بن يحيى الخبير في الاقتصاد والعلاقات الدوليه والدبلوماسيه ومتخصص في التكنولوجيات المتطوره، شكرا على قبولك دعوتنا. شكرا لك. كما ارحب بالاعلامي توفيق بدني. شكرا انيسه ليك ولجميع الضيوف. الحصه نتاعنا اليوم هي حصه خاصه على كورونا، حتى الاستوديو نتاعنا تباعد في المسافات، هذه الاحتياطات التي اخذناها حتى الجمهور لا يوجد في هذه الحصة. نعم، إذا نقول فقط أنه كان من المفروض يكون حاضر معنا يعني مدير باستور سيد فوسي درار، ولكن اتصلنا به لكن ما راهوش يرد على المكالمات. يعني كان من المفروض يعني ما يجيش هو، ولكن حتى ولو راهم مشغول على بالنا أنه حالة طوارئ، ربما عيطوا له جهات معنية يعني في الجزائر، ولكن كان من المفروض يبعث لنا شخص آخر يمثل معهد باستور، لأنه كل الأسئلة اليوم كانت مبنية على أسئلة خاصة بمعهد باستور. فالسيد فوزي درار يعني على الأقل أقل شيء تقدروا تقوموا به هو أنه تعتذروا وتبعثوا إنسان ينوب عليكم، خاصة وأنه لما تحبوا تغطيات خاصة لمعهد باستور يعني تتصلوا بكل القنوات، والقنوات تكون حاضرة في الندوات الصحفية ديالكم. فرانا في حالة طوارئ، واليوم لمسؤول أمام المواطنين هما المختصين في الميدان، منهم معهد باستور. فنتأسف على هذا الشيء، إن شاء الله ما تعاودش تتكرر مثل هاد الأمور. سيد جلول حجيمي، أول مرة يعني علقت صلاة الجمعة، شيء مؤسف، ولكن حبينا نسمع تعليقك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. شاكر لكم هذه الدعوة الكريمة في موضوع من أخطر الموضوعات الذي يمس العالم والبشرية والإنسانية جميعا، ونحن جزء لا يتجزأ من العالم. كما تعلمون أن منذ الاستقلال وحتى قبل أيام فرنسا والاحتلال وقبلها الدولة العثمانية وغيرها، الجزائر لم تعلق الصلاة ولا الجمعة، وخاصة الجماعة والجمعة، ونتيجة لما آلت إليه الظروف وأوضاع العالم بالدرجة الأولى متعلقة بحياة الأفراد. وتعلمون أن الشريعة مبنية على قواعد، من بين هذه القواعد لا ضرر ولا ضرار، لا إفراط ولا تفريط، وأينما كانت المصلحة فثم شرع الله، والأخذ بالأسباب واجب وتركه معصية، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. كل هذه القواعد الشرعية يحسنها الفقيه ويتقنها ويعرف الأوضاع التي نحن لا نناقش كيف منعت لماذا إلى غير ذلك. الموضوع الآن نحن أمام خطر دائم، خطر داهم، خطر لا يرى، خطر الآن في مجتمعات بألاف الألاف بالوفيات بغيرها. الطرق التي ينبغي أن تؤخذ وهي الابتعاد عن كل التجمعات المرتبطة بالشأن العام الذي أخذته الوزارة وعلى رأسها اللجنة التي أخذت هذا الخيار. نحن لا نتحدث في التفاصيل بقدر ما نتحدث على أننا إن شاء الله سنمر من هذه المرحلة العصيبة الخطيرة بأمان وبأقل تكلفة. من توفاه الله تبارك وتعالى، نعم، نسأل تبارك وتعالى أن يكون من الشهداء، نعم، وأن يصبر أهله وأن يعزيهم جميعا فيمن افتقدنا، كما أننا نكون أكثر حيطة، نعم، وأكثر حذر وأكثر أخذ بالأسباب، رغم أن هذه الأمور من الصعوبة بمكان، لكن نتشجع جميعا ونتعاون جميعا حتى تمر هذه المرحلة الخطيرة على الأمة جمعاء، نعم، وعلى الشعب الجزائري، نعم، بالخصوص. سيد جلول الحجيمي سنناقش وراح تعلقنا على كامل سلوكيات
الجاليات الجزائريين. نمر لربما محمد بلعياطي طبيب العام، ربما الناس حقيقة تخنا في هذه لابسيكوز، يعني الناس حتى الأعراض رجعنا ما نفرقوش بين زكام خفيف بين فيروس كورونا، أين هو الحل؟ الناس من الليل ربما تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقول لك مانيش قادر نتنفس، فوشنو هي الأعراض المرتبة الأولى الثانية الثالثة حتى لازم الواحد يكون في حجر منزلي من بعد يروح للحجر الصحي؟ شكرا لك. بون هي نتبعوا ان شيما تري تري سامبل باش نوضحوا للمواطنين كيفاش يقيم نفسه هاسكو يحتاج يروح للمستشفى ولا ما يروحش المستشفى. تو دابور نقيموا درجه خطوره ولا اسكو كان اكسبوزي او ريسك ولا تعرض للخطر. اذا كان تعرض للخطر كان اون كونتاكت ديراكت ولا احتكاك ديراكت مع واحد مصاب بالكورونا ولا جاء من منطقه فيها منتشر الوباء بكثره، هنا لازم اول حاجه لازم يديرها ماشي يروح لوبيتال، لازم يعزل نفسه في بيته وعن عائلته، يعني يخلي روحه في غرفه وهذه مسؤوليته لازم يديرها. وهنا في هذا الحاله اذا كان ظهروا عليه اعراض تنفسيه، ودوك نحكيو على الاعراض، هنا يقدر يروح للمستشفى ويستفسر. انا قلتها لازم يكون تعرض اون كونتاكت ديراكت مع واحد مصاب بالكورونا ومتاكد بلي مصاب بالكورونا ولا جاء من بلد من منطقه فيها منتشر الوباء بكثره. سينو كما على بالنا بلي فيروس الكورونا يسبب اعراض الزكام بطبيعته، الناس بزاف يضربها الريح ويحكموا هذه الاعراض وما كان لها تبانيكي. اول حاجه اذا كان ظهروا عليك هذا الاعراض ما تقلقش، ريح في دارك واعزل نفسك وريح وحافظ على نظافه المكان وانت بروتيجي نفسك باش ما تعديش عائلتك. هنا في هذه الحاله اذا كانت ضعفت عليه وحكمت الضيقه في النفس وسعال شديد وما رجعش يقدر يتنفس تاع صح وسيرتو طلعت له الحمى بزاف وما حبتش تهبط له، هنا يقدر صح يروح للمستشفى ويطلب استفسارات ولا اون لو برون اون شارج، وهما الاطباء سور بلاس هما اللي يفون سويفغ كومون فيغ لو دياغنوستيك. وشي هي الاعراض؟ اعراض الزكام العاديه افيك اون سول بارتيكولاريتي اللي هي السعله. بون عندك الحمى، عندك الم في المفاصل، يعني نبداو بالحمى. وي تبدا بالحمى. نعم. بون ما كانش ترتيب معين تاع الاعراض. اعراض نعم بصفه عامه. عندك برك السعال يكون جاف، ما تكونش اون تو غراس ولا برودكتيف، لا سعال جاف. في سعال جاف هنا صح هنا نسوسبكتي ولا نشكو في فيروس الكورونا. نحب نهضر برك على فتره الحضانه. فترة الحضانة هي 14 يوم من يومين حتى 14 يوم، يعني في هذه المرحلة يبانوا الأعراض، يقدروا يبانوا كما يقدروا ما يبانوش. دكتور كاين سؤال، ربما كاين لواحد بالك سي ان بورتور سان، هل واحد الأعراض تاعو اللي ماهيش ظاهرة على الإنسان يعني ما عندوش أعراض كورونا فيروس يقدر يعدي إنسان يعني وخد آخر ربما سي ان بورتور سان، فكيفاش نفرقوا الآن؟ درك حاليا ما نقدروش نفرقوا. نعم. كيفاش اسكو هذاك الانسان راهو حامل الكورونا ولا ماهوش حامل؟ لا الكورونا. هو انسان حامل الكورونا دون اعراض الكورونا. انسان حامل الكورونا معدي. يعدي العدوى. نعم. بالتاكيد فوالا. وعليها نقولوا للناس لازم تحجروا نفسكم ولا تحجروا تبقاو في ديوركم ما تخلطوش الناس باش تحدوا من انتشار هذا الفيروس، يعني الانسان المصاب بالفيروس الكورونا يقدر يكون ما عنده حتى عرض وتفوت عليه كل ما صراوه. جميل جدا، نقعدوا في هذه النقطه. قبل ما نروح للسيد يحيى زين حتى نتكلموا على تاثير فيروس كورونا على الاقتصاد الجزائري وحتى اقتصاد العالم، نروح للدكتور فريد بن يحيى. هل تاخرت الجزائر حقيقه في حظر الجوي؟ يعني هل ربما ما كانش مفروض من الجزائر بعد ما جبنا اجلت كل ربما ليزيتيجون تاعها من الصين، يعني كان من المفروض لتما كنحبسوا كل الرحلات لانه اكيد فيروس كورونا جانا من الخارج دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع الاشكال المطروح الان في الجزائر هو لاحظنا شيء لانه هذا الكوفيد 19 كما يسميه كان الان اللي هو بينا يعني مش خطير وكان لو اسيفر يعني لي من على ريسبيراسيون وغيرها سيندروم ريسبيراتوار ايغو سيفر. الاشكال المطروح الان هو انه الرسول عليه الصلاه والسلام لما صار مرض مع نتكلم تحت اشراف السيد حجيمي منع الصحابه، نظن كان سعد بن ابي وقاص هو اللي كان في قال واحد ما يدخل وواحد ما يخرج، يعني بمعنى الحديث
حتى يحصروا الفيروس. بالطبع الحجر الحقيقي. إذا فاحنا لما صرى فيروس كورونا هذا أول دولة في العالم غلقت الحدود هي روسيا. لماذا روسيا؟ لأن روسيا تعرف عندها الشكوك نتاع الحروب البيولوجية. لأن الحروب البيولوجية هذه صارت ما بين في التاريخ ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، يعني ما بين بيونغ يونغ وما بين سيول. ففيه بعض الخبراء يقولوا أنه فيه الولايات المتحدة آنذاك استعملت أسلحة بكتيريولوجية واستعملت فيروسات. منها استعملت الباليوديزم، استعملت لادانغ تاع الانسان يولي مجنون، واستعملت اسلحه اخرى. اذا فالجيش الروسي والجيش الامريكي مجهزين لحروب الفيروسات او الحروب البيولوجيه. لكن الصين ربما عندها مجموعات كما الجزائر، عندنا اون بريغاد مختصه، لكن ما يكفيش، لابد الان تعطي تفكير حتى الجيوش في المستقبل انها تعاود تنظم نفسها. اذا فلما جبنا الطلبه تاعنا من الصين بالطبع كان يكونوا في الحجر مدة معينة ومش 14 يوم، لأنه في بعض الخبراء يقولوا حتى 35 يوم، يعني مازال ما كانش يعني تقييم حقيقي. فالآن الشيء اللي بقى في فرنسا ولا في دول أخرى يعني ما نجيبوش، نجيبوهم ربما بالسفن، يعني نعلقوا الرحلات الجوية ككل. لأنك في السفينة لما تستعمل السفينة وتحطي مجموعة نتاع أطباء في 24 ساعة عندهم يقدروا يديروا الديبيستاج نتاع يعني الفحص نتاع المسافرين، والناس اللي عندها ربما اعراض يديروا لها حجر ويروحوا لمنطقه معينه. اذا فاحنا غلطنا، احنا الوباء هذا غير موجود في الجزائر، جانا من ايطاليا تاع الايطالي، جانا من فرنسا، الناس اللي جات من فرنسا يعني دخلنا عبر الحدود، يعني ما كانش المرض هذا موجود، الوباء هذا، الفيروس هذا موجود. اذا فنظن ربما ما كانش فيه برنامج سكونابل اورساك نتاع الامور هذه، يعني كانت الحكومه نتاعنا تتخذ اجراءات يعني فورا، يعني كانوا يسلموا الامر ربما انا بين قوسين نسلم نحط الجيش هو يتحمل المسؤوليه، يغلق الحدود، نغلق ما بين الولايات، نغلق الامور هذه، لان الامر خطير. دكتور فريد بن يحيى، الان قررت رئيس الجمهوريه انه 50% يسرع 50% من العمال في الجزائر، الامهات قال لهم لي خدموا عندكم يعني شهريه راح تكون كامله ولكن ابقوا في بيوتكم. ما تظنش انه ربما حتى ايطاليا دات هذا الشيء، يعني داتوا على ليجير، فرنسا كيف كيف، من بعد اسبانيا، هل ما تشوفش انه الكونفينمون توتال في المنازل راه واجب الان ولا مازال نقدروا ننتظروا؟ لا شوفي، انا بالنسبه لي انا دراسات استراتيجيه في الميدان هذا اللي عنده درستها، لما تكون خطر كيما هك لابد نغلق كلش، يعني الحدود مثلا كيما مدينه البوليده ما نخليش يعني من والى البوليده، البوليده فيها شكوك، يعني لابد انك الولايه هذه تغلقها يعني مده معينه، وعلى الناس اللي تما يبقوا في المنازل نتاعهم مدة معينة، اللي يخرج يعني بالقفازات نتاعو بالماسك نتاعو، يخرج باش يقتدي أمور، أو إنسان يعود لا قدر الله مريض ولا حاجة يروح للصيدلي وغير من الأمور هذه. نفس الشيء ما بين الولايات، التنقل ما بين الولايات لابد منعوه، لابد على الجيش أنه ينزل للشارع، شفنا في فرنسا، شفنا في إيطاليا، شفنا في روسيا، شفنا في الصين. إذا فالأمر خطير، يعني مش هذا مش لعبة، يعني بكل صراحة مش لعب، لابد أن الأمور هذه بكل نعملها. والأمر الآخر، احنا عندنا علاقة طيبة مع موسكو، عندنا علاقة طيبة مع الصين، وش يمنعنا أن نتصلوا بهم نجيبوا الآلات يعني تاع الريسبيراسيون تاع الناس المرض نجيبوا من الصين؟ شفنا أن الصين الآن تعال في إيطاليا، لأن الصين تحكمت في الوضعية وبدأت تخرج منها. إذا حتى من الخبراء الصينيين بعثوا مجموعات، وش نمنعوا أن رئيس الجمهورية الجزائري السيد عبد المجيد تبون يتكلم عن الرئيس الصيني يبعث لنا مجموعة أطباء مختصين؟ نعم. حتى مع روسيا نفس الشيء بالنسبة للكوبيين، احنا نتكلم احنا تمنينا لو كان حاضر المدير نتاع الانستيتيو باستور مع باستور كنا نطرحوا له بعض الأسئلة، لأنه الأسئلة العلمية الآن لابد أنه نعرف، هل لأنه فيه معهد باستور، فيه المعهد نتاع سيدي فرج، هل فيه امكانيات انه ولا تاع القبه انه يعمل لقاحات ضد هذا الوباء او لا؟ هل الفيروس هذا عملوا له سكون ابال لو سيكونساج باش نعرفوا لو جينوم؟ سيكونساج يعني التسلسل الجيني نتاع هذا الفيروس، لانه هو في حوالي 400 الى 500 نانو متر.
هل عملوا له هذا التسلسل الجيني سكون ابل لو سيكونساج دو جينوم باش يعرفوه؟ هل داروا مقارنه ما بين الفيروس الموجود في فرنسا؟ ربما موديل باستور تخوف من هذه الاسئله لانه نذكر انك متخصص في التكنولوجيات المتطوره، ربما إيه بالطبع نطرحوا له من هذه الاسئله. لا نطرحوا اسئله باش نعرفوا هل هذا هل الفيروس الموجود في الصين هو نفسه في روسيا، هو نفسه في فرنسا، هو نفسه او صارت سكون ابل دي ميوتاسيون يعني تطور في امور اخرى، لانه هذا الخطر موجود. انا تكلمت يعني باش ندخلوا في موضوع، انا عملت كتاب هذا في 2011 لامباكت دو لوتيزاسيون دي نانو تكنولوجي سو سيستيم دو فورماسيون. الكتاب هذا وتكلمت على الاستعمال تاع وهذا الدوزيام اوفراج سو لي نانو تكنولوجي، دونك درته مع برينو برنا بروفيسور بلجيكي، نتكلم على لي نانو سيونس نانو تكنولوجي، وتكلمت انه في لي فيروس حرب الفيروسات موجوده، نقدروا نستعملوا حرب الفيروسات، يعني مثلا عندك مصنع نووي يستعمل فيه فيروسات فيه، او عندك محطه توليد كهرباء نستعمل فيها باش نحطمها، او نستعملها في امور كهربائيه وغيرها، في تكنولوجيا عندنا من الكمبيوتر وغيرها. نفس الشيء الفيروس هذا نقدروا نستعملوه كحرب بيولوجيه، نستعملوه في المياه، نستعملوا في الهواء، نستعملوا، ولا بد ان نطور اسلحه. وهذه شكون اللي عمل هذه الدراسات؟ هي المعاهد الدراسات الاستراتيجيه كيما ليناسك اللي موجود لهنا، اللي كان فيه الجلال اليابس وبوخبزه ربي يرحمهم، ونحط له اطارات في المستوى باش نديروا دراسات استراتيجيه حقيقيه. لان الحكومه عندها اون في دو روت يعني اكزيكوتيف، ما يخممش الامور الاستراتيجيه، ما يعرفوهاش اكثر غربيه الوزراء، قليل الوزير اللي تلقاه يعرف الامور الجيوبوليتيك الجيوسياسيه والجيواستراتيجيه والجيواقتصاديه، قليل، لازم خبراء في بريطانيا، في فرنسا، في الولايات المتحده، في روسيا، في الصين. لكن احنا في الجزائر للاسف الشديد المعهد هذا او المعاهد هذه اللي تستشرف على امور او تعمل مخططات وتعمل مع الاجهزه الامنيه ومع رئاسه الجمهوريه وكذا غير فعاله الان، نقول بكل صراحه. اذا فاحنا بالنسبه لنا الامر خطير، لابد الان نعزل الولايات على بعضها البعض، يكون فيه تنقل. عزل الولايات هو الاصح بالطبع، حتى مده 10 ايام 15 حتى نشوفوا. والناس اللي جات من فرنسا كلها عندهم الاسماء تاعهم في الامن، لابد يروحوا يشوفوهم واحد بواحد. حتى يتاكدوا منهم مع من شافوا مع من داروا باش يعرفوا اذا حاملين الفيروس ومش حاملين. لان الامر امر امني يعتبر امن يعني سكون ابل ناشونال سيكيورتي كما قال رئيس الجمهوريه، الامن القومي يعني ما تقدروش الامن القومي. سيد يحيى زان، يعني تكلمنا على فيروس كورونا من الجانب الصحي، سلوكيات بعض الجزائريين اللي من بعد نعاودوا نوليو لهذه النقطه المهمه جدا، لانه الناس راهم اليوم يشاهدوا فينا. دكتور يعني زان، يعني الان تضاربت الاسعار عندنا شحال، وحنا ربما ملي تكلمنا على فيروس كورونا راهو يعني يزداد في الجزائر، تضاربت الاسعار، وما الذي يحدث بالجزائر سيد زان؟ بارك الله فيكم ونشكركم على هذه الاستضافه. المهم تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ككل، ليس الجزائر فقط. وخاصة معناتها مست قطاعات مهمة جدا. هو القطاع الأول والحساس كما يقولوا في العجلة الاقتصادية العالمية هي الطاقة. معناتها النفط. معناتها فيه وحتى لما نشوفوا واسمه الناتج العالمي الآن معناتها راح ينخفض بحوالي 2000 مليار دولار. وفيها النقص ان الطالب على النفط انخفض بحوالي 5 مليون برميل يوميا، وخاصه الطالب اللي كان يجي من الصين معناتها تقلص كثيرا، وخاصه بعد عدم التفاهم بين مجموعه الاوباب وروسيا معناتها والتناطح بين روسيا وبين السعوديه راح يدفع حسب الخبراء الى انخفاض معناتها واسمه الثمن البرميل الى حوالي 15 الى 10 دولارات، وهذا معناتها راح يدفع بالاقتصاد العالمي للانهيار. قطاع اخر مهم جدا هو قطاع المالي، الذي راينا فيه ان مجمل البورصات العالميه راهي في انهيار، بدايه من بورصه نيويورك الى باريس الى حتى دول الخليج. معناتها هذا القطاع الحساس، معناتها القطاع الحساس اللي تقاس كثيرا من هذه الازمه. نولي الى قطاع مهم جدا وقطاع الصناعه،
نشوف بعض التداعيات هذا الفيروس. معناتها كثير من المصانع، خاصة مصانع السيارات في ألمانيا، في فرنسا، في إيطاليا، معناتها توقفت كلية. في مثلا في شركة أبل اللي معناتها اللي خسرت فيها آلاف، معناتها ملايين الدولارات غير في الفترة هذه الكذا. نتكلم على قطاع آخر اللي يتقاس بالحصار بعد التداعيات، هو قطاع النقل الجوي والبحري. معناتها كثير من، خاصة بعد الحجر هذا، خاصة اللي فرضته الولايات، هي العالم كله راه معزول يعني. الولايات خاصة معناتها لازون، معناتها منطقة الشنغن، منطقة الشنغن معناتها ومنطقة لورو اللي تقاست كلية، وراح يصرى فيها انخفاض. نعم. من معدلات النمو، خاصة في إيطاليا. هذا الاقتصاد العالمي، ربما الجزائريين هم متخوفين من الأسعار. بما أن الجزائر معناتها بلد معناتها اقتصاده كلية مرتبط من صادرات البترول. صادرات البترول، وليس لنا اقتصاد، وليس لنا اقتصاد ولا منظومة اقتصادية معناتها متنوعة. نتكلم على قطاعات مهمة جدا، قطاع الفلاحة. نولي إلى الكلام أن أكثر من 150 بلد، خاصة في قطاع السياحة، معناتها تضرروا وستتضررون هذه السنة. القطاع الأخير اللي نولوا له اللي يحدث هي قطاع توزيع المواد الغذائية والمواد النظافة، اللي صعدت فيه الطلب إلى حوالي 21% على المستوى العالمي. في الجزائر فيها، لأن ما كانش فيه معناتها وناتوندي لاريفي دو لا كريز، معناتها بدون تخطيط، بدون استشراف، لأن هذا الهستيريا اللي خلق هذا الفيروس عند المستهلك الجزائري وعند الشركات. الآن بعد قرار رئيس الجمهورية، أكثر من 50% من عمال الشركات معناتها سيحجرون في منازلهم. معناتها ما راح يكون فيه إنتاج، راح العجلة الاقتصادية تتوقف. هنا من مسؤولية وتدخل الدولة للتنظيم. نعم. معناتها الاقتصاد ككل، تنظيم في توجيه المستهلكين وتوجيه. نعم. العمالة. نعم. معناتها الموظفين الآن. وهنايا كاين بعض الأمور وبعض القضايا لازم الدولة تأخذها على عاتقها. نعم. نبدأ أساسا كما دارتها إنجلترا، دارتها فرنسا. قضية معناتها الآن لن نتكلم على تأجيل الضرائب، على مسح الضرائب، ونتكلم على تسهيل القروض، على تأجيل معناتها لي ترونش دو كريدي الآن. لأن الحكومة الآن، احنا كل حال كمنتدى ندينا معناتها لنستلصوا من بعد نجوا للمنتدى. لا، نتكلم على لو كوميتي دو في غوفرنمونتال، معناتها لجنة تنسيق. نعم. ومراقبة الحكومة. الآن الشيء اللي صرا في القطاعات الاقتصادية أنها تأخرت على أخذ التدابير اللازمة، لأن الآن المستهلك هو مستهلك والتاجر هو تاجر، يحب يبيع. معناتها كاين طالب وكاين عرض، ولكن من مسؤولية وزارة التجارة أنها تسقف هذا العرض. ولكن الشيء العكسي اللي صرا أن المستهلك الجزائري راح كما قولوا، راح للأسواق. نعم. الجملة. نعم. راح للسوبرات. نعم. راح فيداها كلية. نعم. نعم. وهذه وخلق معناتها هذا التذبذب. نعم.
السوق الوطنية. نعم نعم، من بعد نتكلموا على كل هذه السلوكيات. توفيق بدني يعني قالوا أن المدارس تغلق، كذلك الروضات تغلق، ولكن شفنا سلوكية الجزائريين فيما بعد، الناس تصيبها في بوشاوي، ربما في الصابلات، هذا من الجانب الأول. قالوا قاعة الحفلات مغلوقة، شفنا الجزائريين قالك ما نديرش في صال ضيفات، ندير في المنزل تاعي لأنه عنده مستودع، داروا كأنه قاعة حفلات. يعني الجزائريين هل رانا ندوها هاد الفيروس؟ يعني ما ناش داينو يعني بجدية، ولا ما ناش نشوفوا شو يحدث في فرنسا اللي كانوا عندنا حتى سان لوكس يروح يداوي بفرنسا؟ فرنسا فقدت السيطرة على هذا الفيروس، ناهيك على إيطاليا إسبانيا، يعني الجزائريين ما ناش متخوفين من هذا الفيروس كورونا، ولا هي سلوكيات لازم نعاودوا نتكلموا عليها، ولا نعاودوا نوعيوا الشعب الجزائري؟ فما عرفناش إلا نوعيوا يعني من الجانب الصحي أنه الوقاية، لأنه نقولوا أنه الوقاية خير من العلاج، صوف كل هنا ما كاش حتى العلاج. توفيق بدني. نعم أنيسة، فعلا يعني كاين جزء أنت محقة فيه، سيما أنه تطور الوعي عند الجزائريين جاء رويدا رويدا بناء على تطور الفيروس في العالم وفي الجزائر. في البداية كنا حكينا في حصص سابقة أنه الجزائريين كانوا فعلا لا مبالاة ولا يهتمون بهذا الفيروس، وشفنا حتى تعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيه يعني سخرية وتبدل فيما يخص موضوع كورونا. لكن أنا نظن باللي الأسبوع هذا كان أسبوع حاسم، بالرغم أسبوع حاسم مع القرارات التي اتخذتها السلطات العليا في الجزائر، أسبوع حاسم مع تطور نسبة الوفيات في الجزائر وهي نسبة مهمة جدا مقارنة بعدد المصابين، يعني لكنا 90 حالة مصابة لكن عدد الوفيات 12، فهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بما سجل في باقي دول العالم. لذلك أن نشوف الجزائريين أخذوا يحتاطون أكثر مما كانوا عليه، بالرغم من بقاء بعض السلبيات، تصرفات السلبية التي أشرت إليها، لكن نظن في بعض الولايات مثلا كما الأعراس اللي صارت مثلا في عنابة، في بومرداس إلى غير ذلك، فتدخل كان صارم من قبل الجهات الأمنية. سمعنا حتى روض للأطفال لفتحوا عودوا فتحوا المقرات نتاعهم، لكن وزيرة التضامن كان صرحت للجزائر يوان وقالت باللي نحن لهم بالمرصاد، وبعثوا مفتشين على مستوى بعض الولايات. حتى رئيس الجمهورية قال له اللي عنده أطفال ما تخدمش. نعم نعم، هذا آخر قرار ليه اللي كان يوم الخميس. هو كان نعم. بالنسبة للنساء، يعني النساء اللواتي لهن يعني أولاد غير معنيات بالتوظيف، وطلب من المؤسسات الاقتصادية أنهم يسرحوا على الأقل 50% نعم. من العمال. لكن ربما اقتصاديا أكثر شيء المختصين الخبراء الاقتصاديين يجاوبونا في هذه، لا نقول قرار متسرع، العكس، القرارات راهي تأتي شيئا فشيئا، لأننا رانا في المستوى الثاني، ربما بعد يومين المدير العام تاع باستور قال لما نصل الى الحاله 100 سنعلن الحاله الثالثه من التاهب. صح توفيق بدني، لما نتكلموا عن يعني ثالثيام دوغري، اعرف انه الجزائر هي بعيده على فرنسا في المستشفيات وفي يعني في الطاقم الطبي، فلما نتكلم على الجزائر راح تدخل في زون 3، يعني هذا الجزائر من المستحيل انها راح تقدر لهذه الوضعيه. يعني نعم، هي وضعيه صعبه جدا لما نشوفوا بلي دول متقدمه متطوره نعم وراهي حاصله نعم. اليوم فقط في 24 ساعه يعني اكثر من 600 ضحيه في ايطاليا هي اللي راهي تشهد يعني نعم من بعد عندنا. لكن نعم. لكن اسمحي لي انيسا نعود نرجع الى قضيه البطاله، مش البطاله يعني 50% من الموظفين نعم. لا يلتحقون باماكن عملهم، إلا ربما المؤسسات الاستراتيجيه نعم اللي تكلم عليهم لازم يكونوا الحال. لكن نعم. هنا يثار قضيه الاقتصاد الرقمي اللي هو الاقتصاد البديل على الاقتصاد التقليدي والذي نحن بعاد عليه كل البعد. لما 50% من الموظفين يلتحقون ببيوتهم، أين نحن؟ ماذا سيفعلون؟ هل هناك منصات رقمية ما عند المؤسسات الاقتصادية، عند المؤسسات الإنتاجية، عند المؤسسات حتى الحكومية التي تستطيع أن تتعامل عن بعد مع موظفيها؟ لا أظن أنه موجود هذا من غير ربما الوسائط المعروفة نعم التقليدية، الإيميل نعم وغير هذه ذلك. جلنا نطرح سؤال للدكتور فريد بن يحيى، هل بالضبط. من هذا يعني فيروس كورونا يعني راح ربما يفتح أبواب يعني في المستقبل القريب
الغريب لا تيليكومونيكاسيون، يعني الواحد في المنزل تاعو ربما يقوم بدي كونفيرونس، يعني ماشي شرط يكون في يعني في المكتب ديالو. شوفي الدول المتطوره يعني نهزوا مثلا اوروبا او الصين او فرنسا او الولايات المتحده وغيرها، حتى في الدول الافريقيه يعني مثلا نعطيك نهزوا امازون وكاين شركات كيما علي بابا وغيرها، تروح المنزل نتاعك بلا كارت يعني بلا ما تحركي انسان يعمل طلبات يعني شراء اغذيه، شراء البسه، شراء يعني مواد الكترونيه، اجهزه الكترونيه عبر الانترنت، تخلصي بالبطاقه البنكيه نتاعك يجيبوا لك الامور نتاعك للمنزل. هذه نقطة. النقطة الثانية كذلك عندهم كذلك الأطباء المختصين يجوا حتى المنزل. عندهم كذلك يعني ممرضين شركات مختصة خاصة في بالنسبة للشيخوخة لا جيراتري يجيوا حتى المنازل تاعهم. إذن فيه تكنولوجيات متطورة. كذلك بالنسبة للفيديو كونفرنس يعني يعمل اجتماع إنسان موجود بالجزائر الأخر بباريس الأخر بواشنطن الأخر في بكين ربما يعمل حتى الأطفال سيد بالطبع يعمل ربما دراسة حتكون بالطبع من أمر آخر كذلك إنشاء الشركات المختصة كذلك في يعني التعليم عن بعد يعني يكون في المنزل نتاعو بالكمبيوتر. صحيح ربما تقولي مشكل ربما في الجزائر كاين ربما ناس اللي عندها أموال شي الكمبيوتر، لكن الدولة على أنها الدعم المؤسسات يعني يعود عنده الطفل في المنزل نتاعو كمبيوتر صغير يقدر يدرس به عن بعد. لا هذه المؤسسة توفر كذلك يعني نقدروا نديروا أمور أخرى فيه يعني في التلفزيون أنه بكري كنا احنا صغار نشفوا كانوا يجيبونا دروس نتاع الرياضيات أو دروس نتاع الإنجليزية أو الفرنسية يعني في التلفزيون يعني المستوى كل المستويات يعني في أمور كثيرة هذه تمد يعني باش الناس تفكر قال غدوة لا قدر الله حرب فيروسية أخرى، حروب بكتيريولوجية، لا قدر الله أعاصير كبرى، حروب يعني كيفاش نعملوا الشباب نتاعنا كيفاش نعملوا كيفاش التكنولوجيا متوفره لابد تكون عندنا بروتوكولات يعني كل خطر كيفاش نعملوا كيفاش نمنعوا نفوسنا يعني كانت الناس موجوده روحها للحروب النوويه يعني الحرب العالميه الثالثه اذا عندها بروتوكولات وعندها كل الامور. حنا ابسط الامور الان يعني لما يكون عندنا لا قدر الله احنا نتمنى وان شاء الله الامور تستقر، لكن يعني قاعد نقول لك لابد على رئيس الجمهوريه انه يتصل بالرؤساء الدول الكبرى خاصه منها الصين ومنها روسيا انه يجيب المعدات يعني باش نوجدوا نفوسنا. كذلك بالنسبه لوزاره التشغيل عندهم هما صناديق التضامن عندهم كذلك يعني اماكن نتاع يعني الفحوص وغيرها يوجدوهم كذلك الاماكن الكبرى نوجدوا 5000 6000 اذا ان شاء الله ما وصلناش رقم يعني تاع 50 80 100 وشي الاخر يبقى ربما نحطوه اذا نوجدوه، لكن اذا ما لا قدر الله صار لنا المشكل كيفاش راح نعملوا؟ اذا لابد الاتصال بالدول الكبرى هذه وخاصه يبعثونا فرق متخصصه وخاصه بالنسبه لمعهد باستور هذا لازم يعمل، لانه احنا نقول بكل صراحه ما شفناش منه امور متطوره، يعني نشوفوا كوبا اللي عندها اقل الامور نتاعنا كيفاش راهي توجد في يعني يعني مضادات الفيروس هذا. نشوفوا كذلك ايران اللي راهي تحت يعني في مشاكل يعني كبيره اقتصاديه وفيه ضغوطات امريكيه عليها، بعثوا لي من بالواتساب انه تمكنوا يديروا فيه نادي تاع الشرطه تاعهم يعني تاع المخابر تاع الشرطه الايرانيه عملوا دي تيستر باش يجربوا يعرفوا كيفاش لقاو كذلك الدواء اللي يحمي لي بومون الرئتين في التنفس، والانسان اللي كان يقعد في المستشفى 14 يوم عاد يقعد الا 4 ايام. جميل. اذا فلا بد ان نستفيد بالخبرات الموجوده في العالم هذا. جميل الفكره وصلت مشاهدينا. فاصل اشهاري ورانا راجعين. نعود نرحب بكم أنتم مشاهدينا وكذا بضيوفي الكرام. إذا حديث اليوم أكيد فيروس كورونا، ربما السيد يحيى زان عندك تعقيب على ما قاله الدكتور فريد بن يحيى. زيادة ليس تعقيب. نقول بأن الوضع الصعب هذا وباء كورونا راح يفرض منظومات جديدة وراح يفرض قطاعات، من بين القطاعات المهمة خاصة في الجزائر أنا متأخرين عليها كثيرا هي قطاع الرقمنة. معناتها الآن معناتها على الحكومة وعلى الدولة أنها تستثمر في هذا القطاع.
تكلم اخونا توفيق مداني على قطاع التربيه. الان معناتها كل تلاميذ كل طلبه راهم في الحجر المنزلي، معناتها في غياب منصات تعليميه، معناتها راح نعطل انا رايحين لتاجيل تاع السنه الدراسيه. كما صارت في السعوديه خذوا قرار حتى للرسمول حتى الجويليه معناتها الحجر. في فرنسا كذلك في معناتها الان في قطاعات مهمه. الان تكلمنا على التدفق تاع الانترنت، لازم ياخذ قرار معناتها رفع التدفق تاع الانترنت. قطاعات مهمه، انا اشتغل في قطاع مهم جدا وهو قطاع التامينات، معناتها قطاع الرقمنه مهم جدا، ولكن ان 50% واكثر من 50% من الموظفين في منازلهم، معناتها قطاع مهم كقطاع المالي معناتها محجر عليه في غياب معناتها منظومه رقميه. تكلمت الوزير رقمنة قطاع التربيه، واش شفنا في قطاع التربيه؟ لم نرى اي شيء، معناتها كنا للاستهلاك. الان من اولويات الحكومه ان تضع الرقمنه من القطاع الاولويه والاستراتيجيه تاع الدوله. الان علاه وزاره التجاره ووزاره الاخرى الفلاحه راه محيرين؟ لان في غياب معلومات، في غياب احصائيات دقيقه. الان في غياب، كان قطاع اخر راح يفرض راحه هو قطاع الاستثمار في القطاع الصحي والرعايه الصحيه. الان ليست لنا مخابر، ليست لنا معاهد بحث. عندنا اللي اسمه البحث الجامعي. نعم. في المستشفيات، ولكن ليس لنا مخابر. نعم، هذه النقطة الكلمة. من بعد نعود نولي ليها مع الدكتور فريد بن يحيى والسيد زان، لأنه نقطة مهمة كنا. نعم. تكلمنا عليها في عرضناك دكتور فريد بن يحيى وتكلمنا على هذه الوزارة، من بعد نعود نولي في هذه النقطة بالذات. سيد جلول حاجمي، ربما الصحفي رفيق عبود جرى اتصال هاتفي مع سيد جاب الله، نروحوا نسمعوه من بعد. اكيد سيد جلول حجيمي راح يعلق لنا على هذا الاتصال الهاتفي، يمده لنا المخرج، يمد لنا هذا الاتصال. اللجنة اول مره كانت فتوى مفيده وفي محلها، وقد راعت جوانب متعدده في ذلك، ولكن سرعان ما وقع تراجع عن تلك الفتوى ولجأوا الى ظنوه ربما سهلا ومفيدا وربما لا تهم النوايا طبعا اجراء الغلق. وفي اعتقادهم في هذا الاجراء قد تعجلوا، لو تريثوا قليلا وتحملوا مسؤوليتهم في توفير شروط الوقايه المطلوبه ربما كان ذلك اولى. يعني اعطاء توجيهات الائمه بان يعجلوا بالصلاه بعد الاذان ويقصروا فيها، لا يطيلون في الصلاه. اذا ثمه قصدي مجموعه من الاجراءات كان يمكن اللجوء اليها قبل الذهاب راسا الى اجراء الغلق. الاصل ان المسجد يعني يشجع الناس على القنوت في المساجد مثلا التي تظل مفتوحه او على الاقل بعضها. الدعاء الجماعي في المسجد مهم، لان احب الاماكن الى الله انما هي المساجد، وابغضها اليه انما هي الاسواق. المساجد مقر لتنزل الرحمات والبركات، على ابواب المساجد الملائكه يشهدون الصلوات ويكتبون الداخلين للمساجد اتباعا، كل واحد يعني والوقت الذي دخل فيه. إذا سيد جلول حجمي، تعليقك على ما صرح به السيد جبل. الحقيقة ليس فقط الشيخ عبد الله جاب الله الذي تحدث عن هذا الموضوع، في مجموعة من الأساتذة والدكاترة والباحثين والمشايخ ممن تحدثوا عن الموضوع بنوع من الانتقاد الممنهج والسليم في نظره كأكاديمية. لكن لا أعتقد أن اللجنة لما اجتمعت كانت تحت طائلة من الأوضاع ومن التخفيف من الوضع معين، وربما استقرأت بعض المعطيات التي كانت موجودة عندهم، فكان أمامهم الحل الأوحد أو الحل السريع بالأحرى هو الغلق. حتى نحن كنا قد أشرنا في بعض المسائل على أن هذه المواضع كان ينبغي أن لا تعمم، مثلا الغلق، كيف مثلا نغلق كل مساجد الجمهورية
وعندنا منطقة من الصحراء بعيدة عن المرض تماما، مثلا منطقة بشار، أدرار، تمراسة، تيندوف، إليزي إلى غير ذلك. وهذه المناطق مناطق جدا محافظة، وترى أن المسجد هو أبوها وأمها وكل حياتها فيه، وحاجة رغبة الناس إلى التضامن والتعاون والتآزر إلى غير ذلك. لكن لما رأينا أن قرار اللجنة، نحن لم نريد أن نشوش زيادة على الوضع، لأن الوضع لا يحتاج إلى التشويش. قصدي لا أقصد فتوى الشيخ أو كلام الشيخ عبد الله جاب الله، اللي هو رجل من خيرة الناس ويعرف القضايا الشرعية ورجل مثقف وغير ذلك، وغيرها من فتاوي بعض إخواننا الأساتذة التي كانت تمس في الصميم. لكن الموضوع هنا لا يتعلق بالدرجة الأولى، رغم أن احنا انتقدنا الوضع في المنهجية التالية. أولا، كنا قد طالبنا تعقيم المساجد عبر الجمهورية وتعقمها الدولة، لا يعقمها أن نطالب المحسنين، لأنه قد يكون من يستجيب ومن لا يستجيب. وإذا عقمنا المساجد على مستوى الجمهورية أن تفتح المساجد في أوقات معينة للصلاة، ويصليها الناس فرادى ليس جماعات حتى لا تنتقل العدوى، أو يصليها على ما يسمى بالمتر أو مترين كما فعلت بعض الدول مثل إندونيسيا وغيرها غير ذلك. ثانيا، أن تكون هناك آلات التي رأيناها مثل تركيا وغير ذلك حتى تعطي للفاعلية أمر أكبر من هذا. لكن مع هذا نحن استجبنا، لأن الوضع يدعي إلى أن الاجتهاد في حالة قد تؤدي إلى الموت ليس سهلا. نعم. ولهذا الأمر الذي يعني سكتنا لأجله وصمتنا لمصلحة الأمة، والعدوى تنتقل في ثاني. نعم، هذا الذي تخوفنا منه جميعا، لأنه لما تجتهد في موضوع قد تكون أنت مجتهد فيه، واحد يموت ومن أحياه كأنما أحيا الناس جميعا، فما بالك من كان سببا في موتها. الأمر هذا يحتاج إلى مستقبلا تكون فيه دراسة أكبر وأعمق. لا. تكون على أن المسجد في تاريخ الأمة الإسلامية هو اللبنة، هو الدور القوي الفعال الذي يحرك العواطف في التضامن، في التعاون، في التآزر، في التآخي. وحتى الذين قالوا باستدلال الآيات والأحاديث الصحيحة في مثلا من صلى الصبح في جماعة فهو في أمان الله كما روى الإمام مسلم وغيره، ففروا إلى الله، فالفرار إلى بيوت الله تبارك وتعالى وأفضل وأعظم. فمن حتى علق على الجانب الصحي على أن هؤلاء يتوضؤون 5 مرات. نعم. وأن هذا الفيروس يبقى 5 أو 4 ساعات في الأنف ولا يتعدى هذا الوضع إلى غيره، فيه دراسات من هذا ربما قد نتركها لأهل الاختصاص. لكن الأهم في هذا اتخاذ القرار، أعتقد لم يشذ عنه في التنفيذ أغلب الناس، حتى في من له رؤية أخرى، لأننا بحاجة على الحفاظ على أرواح الناس، وهذا أعتقد أنه لا نختلف. نعم. مع أي كان، رغم أنه الطرح الذي هو موجود كان مفروض أنه يكون فيه توسيع في الرأي. يعني اللجنة، الشيخ طارق جاءت ورئيس اللجنة رجل كبير في السن هذا العالم. نعم. بركة الجزائريين، فالذين حضروا المفروض يكونوا أئمة بامتياز. هذا لا يعني أنه إخواننا الذين حضروا ليسوا أئمة مع تخصصاتهم في الشريعة وغير ذلك. فأعتقد أن هذا الأمر يأخذنا إلى المستقبل، أن نكون أكثر دعامة في مؤسساتنا الدينية، لأن المؤسسة الدينية عندها علاقة بالمؤسسة الاقتصادية. من الذي ينهى الناس اليوم على الاحتكار؟ من الذي ينهاهم عن الغش؟ من الذي ينهاهم عن تحيين الفرص؟ من الذي ينهاهم عن الجشع؟ من الذي يأمرهم بالتعاون والتآزر؟ كل هذا هي مؤسسة المسجد التي ينبغي أن تكون مضبوطة. شفنا بعض الصور أن المسجد أغلقت، ولكن هناك من قط ربما ما قطعوش طريق، ولكن كانوا أمام المسجد في الشارع وقاموا يعني وصلوا. معلومات هي حالات قليلة جدا. نعم. ربما من أخذ ببعض الفتاوى من بعض الأساتذة. نحن لا نتحدث عن مصدر الفتوى هنا، وإنما نتحدث عن الفعل الذي يعني في البيت أحسن. هو نتحدث عن الفعل، وهو أن هذا لا نشك في نية المصلي. نعم أبداً. أكيد. وحتى ربي سبحانه ما يشكك في نية. نتحدث عن الممارسة، قد تكون لا قدر الله تنقل العدوى. نعم. وهذه العدوى توصل إلى الوفاة وإلى الموت، وهنا من يتحمل الإثم أمام الله عز وجل، ومن يتحمل مسؤولية الضرر. نعم. هذا الذي أخذناه. المسألة في هذه نحن نريد أن نعزز الثقة بين مؤسساتنا، بين روابط المجتمع الجزائري. تمر هذه المرحلة الحالكة السيئة المضرة بالعالم التي يعني جعلت العالم كله مضطرب. إن شاء الله نستفيد من أخطائنا. نعم. ونستفيد مما نحتاجه مستقبلا، سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو التربوي أو الديني. ونركز على شيء مهم، وهو أن العامل المسجد هو حلقة قوية. نعم. دور فعال في الترابط بين المجتمع الجزائري. لو سمحتي لي أن أتتم لوش قال الشيخ جلول وهو محق. أنا أشوف باللي أمر كما هذا، لما يتعلق الأمر بحالة مرضية معينة، بوباء كهذا، في الجانب الاقتصادي أيضا كما كان يقول الشيخ جلول، أنا نشوف أنه يجب أن نستمع لأهل الاختصاص، لأهل التخصص.
هم اللي نستمعوا لهم. يعني مع احترامي لرجال الدين، لأئمتنا، لعلمائنا، حتى للسياسيين مثلا كما الشيخ جاب الله، وهو أيضا كما قال الشيخ أنه مختص أيضا في الشريعة، ربما الشيخ شمس الدين نفس الشيء، كان رأيه من رأي الشيخ جاب الله. لكن أنا أشوف أنه في البداية، نعم، لكن أني نشوف أنه يجب أن نستمع في مثل هذه المحطات إلى رجال العلم، إلى الأطباء، هم اللي يقولون هل صلاة الجماعة في المسجد سيكون لها أثر سلبي على صحة الإنسان، نعم، هل ينتقل الفيروس أم لا؟ ثم لأنه القضية ليست قضية عقدية، ليس قضية عندها قضية علاقة بالعقيدة أو بالإيمان أو بغير ذلك، هي قضية صحية بحتة. هل عندما يجلس المصلي أمام المصلي في مسجد مغلق في صلاة جماعة ربما تدوم يعني مع الأذان إلى غاية إقامة الصلاة ربما 20 دقيقة ونحن في مكان واحد ومكتظ، سيما في صلاة الجمعة، هل هذا سيؤدي خطر على المصلين أم لا؟ ربما كيتنفسوا في السجادة ولا اللي مكتلين. فأنا نظن باللي كان من المفروض أن نستند، وهو ما يعني ما ذهب إليه ربما في إطارات وزارة الشؤون الدينية، أنهم استدلوا بعدين تفطنوا، استدلوا حسب تصريح وزير الشؤون الدينية بأراء الأطباء والعلماء أنه سيكون هناك خطر لا محال، وفي من مقاصد الشريعة الإسلامية هو حفظ النفس بالدرجة الأولى. فلذلك نقول مع احترامنا لكل أراء العلماء إلى غير ذلك، فقط تبقى على المصلين كما قال الشيخ، ما شكوش في المصلين الذين كانوا يصلون خارج المسجد في الساحات، لكن وجب على أن يكون درجة وعي أكبر من هذا، لأنه الإسلام فسحة والإسلام يسر، وقد يصلي، وكثير من الأئمة قالوا قد يصلي يعني المصلي خلف شاشة التلفزيون، حتى في الخطبة قد يستمع إلى خطبة من عن بعد، كما نتحدث عن اقتصاد الرقمنة، كما نتحدث عن منصات التعليم إلى غير ذلك. فنظن أنه الإسلام لست مفتيا، لكن نظن أنه الإسلام لا يختلف مع العقل. شفنا أئمة اليوم في فلسطين في غزة، هم الذين أموا الناس، هم الأطباء، هم الذين وقفوا فوق المنبر وأخذوا يعطونا في نصائح وإرشادات. فنظن أنه دور الإمام هو أكبر من أن يصلي للجماعة. جميل جدا، إن شاء الله تكون الرسالة وصلت، وربما إلى أنا داخلين يعني في المرحلة الثالثة، يعني شيء معقد نوعا ما. دكتور محمد بالعياطي، تكلمنا على القفازات، تكلمنا على الكمامات، ولكن اليوم نروحوا للصيدليات هي شبه منعدمة. نقول فقط أنه ربما كطبيب أنه الإنسان اللي ما يخرجش من المنزل علاه يعني يخسر في كمامة ربما، ورانا خايفين حتى الطاقم الطبي ما شاح يصيب قفازات ولا كمامات. المواطن الجزائري هز المعلومه بطريقه غلطه، وتكلمنا هذا وين على المساجد، وشيء جميل جدا، باسكو سا سوفي با، ماشي لا ترانسميسيون تكون بالتنفس فقط، راح تكون بالايدي وعلى الاسطح. وكما حضرنا على المساجد راح نصليو فوق سجادات، وقلتيها قبل، الانسان يعطس ينقل بيديه الفيروس، والفيروس يعيش من عده ساعات الى عده ايام، دونك لا ترانسميسيون الي بوكو بلوس مانيو بورتي، يعني راهي بالايدي. دونك انا واش نوجه للمواطن الجزائري انه يعرف سيكو الكمامة لازم يلبسها إلا الإنسان المريض أو الذي لديه أعراض تنفسية من عطس أو سعال، ولا الإنسان الذي يرعى إنسان مريض حتى هذاك يلبس الكمامة. وبدرجة أولى وهي لا بريوريتار اللي هو الطاقم الطبي، بالمساعدين بالأطباء إلى وهلو مجرى من ذلك. دونك أي واحد تلقاه لابس كمامة راهي مش تبروتيجيه، أو كونترار راهو يسبب في استنزاف موارد البلد، ورانا عايشينها حاليا في المستشفيات، ورانا نخدموا ما نلقاوش لي ماسك، وين تتحتم على لي شيف سيرفيس يقول لك حاول ما تكونسوميش ماكسيموم زوج في الليله، الوحده في الليله، وهذا شيء خطير على الاطباء، وحنا هما اكثر عرضه للعدوى وناقلي العدوى. ثانيا تعقيب على الاستاذ قبيله، شيء جميل بروبوزيت، نقل المرضى عبر السفن. نوضح لك برك باللي لو دياغنوستيك تاع الكورونا فيروس يتندار سوا بيولوجيكمون، ومن بعد الصين اعتمدت لو دياغنوستيك راديولوجيك، على السفينه ما عندناش لو دياغنوستيك بيولوجيك، وما عندناش ثاني لو دياغنوستيك راديولوجيك، ومن بعد تطور هذا المرض يقدر يؤدي الى التهاب حاد في الرئه، وهذا الالتهاب حاد في الرئه كي نيسيسيت اون بريز اون شارج، يتطلب عنايه مكثفه في مصالح الانعاش. على السفن مالوريزمون
مالوروزمون ما عندناش هذه. نقدروا نيكيبي ولي باتو كاين دي باتو سبيسياليزي اسمح لي كاين دي باتو دو غير بروبوزيسيون دي زافيون كذا ونقدروا تاع الجيش عندهم لي راديو عندهم كلش نقدر ندير سمو نحطهم بون هذه بروبوزيسيون اون بروبوزيسيون بصح واش يمنعني ما يمنعنيش باش نيكيبي لا لا ما قلتلكش يمنعك ولا سي اون بال بروبوزيسيون برك وضحت لك باللي كي جاو في الطياره ومن بعد داروا لهم حجر صحي سي اون ميثود تريز افيكاس ومع انه غلق الحدود هو افضل بصح في الاول اسمح لي في الاول جاو بزاف ناس دخلوا ما كان لا حجر صحي لا والو هادو الاخرين اللي حطوهم في الاول بزاف الناس اللي دخلت والمشكل صرا في بليده صرا في عنابه صرا في تكلمنا على المطارات اللي ما حتى ما كانش فيها هنا اهميه ما كانش يعني ربما الناس ما هزوش يا في با اون بريزون شارج يعني ريال انا بالنسبه ليا باش نتكلم برك على الامر تاع رغم اني راني مسلم الرسول في القران ربي سبحانه يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم والذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حنا قلنا كون طبقنا البروتوكول اللي كان في روسيا يعني عزلنا الولايات على بعضها البعض ودرنا كاين ولايات مش قاسها الفيروس خاصة كيما تكلم الاخ هجيمي في الجنوب الناس تصلي دير واحد ما يدخل واحد ما يخرج يقوموا الصلاه وغيرها اما بالنسبه للفيروس هذا الاطباء بالطبع يقولوا باللي راه يتنقل بسرعه وكذا بالطبع الولايات اللي ربما مهده كما وليده الجزائر كذا بالطبع فيه قرارات لكن ولايات كي نعزلها وتكون معزول ما فيهاش المشكل نتاع الفيروس هذا من حقهم يصلي والمساجد تفتح والمذاهب يعني موجوده كما تكلم الشيخ جاب الله على الامر هذا في اي موقف او الشيخ طارق عجت اللي عنده احنا في السنه نقولوا كان مذهب ابو حنيفه مذهب الشافعي مذهب في مدارس فقهيه هي مدارس فقهيه بالطبع يعني جيد بالطبع اختلاف رحمه يعني ما فيش الدكتور مساله في اتخاذ القرار بالطبع احنا الان الذين نعذرهم على سرعه الفتوى لشيء واحد وهو الخوف على انتشار العدوى بالطبع يعني حتى لما نسكت لان هذه مش قضيه جدليه بخلاف بين راي ورأي قضيه مصلحه الناس في الموت بالطبع. يعني الناس انا وهذا اللي هذا اللي الذي حتى لأن الخطر موجود لا الخطر موجود المتمكنين سكتوا بالطبع. ليس للخلاف لا بالطبع لاظهار شيء معين احنا رايه في تكلم لك اسمح لي بركات تفضل تكلمنا كلام حنايا قلنا رئيس الجمهوريه كلام رائع لما يدير خطاب يعني سواء السيد عبد المجيد تبون كرئيس الجمهوريه في الجزائر كيدير قلت لونسومبل دو بي يعني مجموعه الشعب 44 مليون جزائري تساوي واحد يعني يولي ويمشي وراء قرارات الرئيس لانه هو رئيس في فرنسا ماكرون يدير خطاب 670 مليون في رمسي تمشي وراء الخطاب نتاعو ترامب يعمل خطاب 350 امريكي بوتين نفس الشيء الرئيس الصيني اذا فلا بد في المرحله هذه رانا في مرحله حرب القارة تاعو يتحمل مسؤوليته هو يعني المسؤول عنده علماء تاع الدين عنده الاطباء عنده كذا بالطبع اذا اتخذ قرار فالطبع كيما احنا يقولوا غدوه رمضان اللجنة تاع الأهل وكذا تكلمت قال غدوه رمضان نصوموا قال مش رمضان ما نصوموش اسمح لي أني نتكلموا على العدوى معدل العدوى في فيروس الكورونا هذا الجديد يقول لك اون بيرسون بار مويان تعدي ثلاث اشخاص من النهار الاول نحسبوا حتى اليومين هذا لو كان تحسبوا برك انسان واحد يقدر يعدي ثلاثه ومن بعد ثلاثه يعدي ثلاثه اخرين هي من ثلاثه لخمسه وتمشيوا بالعدد هذا تلقاو باللي لي كا ديكلاري دركا اللي راهم 95 مع لو كا لو نومبر استيمي الى امبرسيونون تقدر تلحق حتى 2000 و5000 واحد عليها نساند قرار منع التجمعات بصفه تامه باسكو ما على بالناش واش راهو كاين في الطبيعه دكتور محمد بلعياطي في هذه النقطه نقولوا انه اللي واحد كبير سي ان بورتور سان ربما الاعراض ما تبانش فيه ولكن الاطفال صغار قلنا سي دي بورتور سان ولكن الناس راهي تخلي ولادها في الاحياء يعني يلعبوا وحنا كاين حمله هاشتاغ اقعد في الدار ولا خليك في الدار يعني باش ما نوصلوش كما وصلت ايطاليا انه فقدت السيطره حتى الاطباء راهم هما عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا ما قدرناش الممرضين الممرضات راهم يديروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حمله شرسه باش يقولوا لهم عاونونا بقعدكم في الدار طبعا هنا كاين نقطتين بما يخص الاطفال مالوروزمون جو دي كلارمون وبصراحه في المانيا وفي الجزائر سجلت اول حالات الاطفال هذا يعني انه تسبب الفيروس الى سوبي اون ميوتاسيون تعرض الى طفره وراثيه وين زادت في درجه خطورته يعني اللي يقول بلي الاطفال سي بورتور سان وفقط لا دركا سي دي بورتور سان ومعرضين للمرض
في جرة هذا الميوتاسيون. ومن بعد في حين فيما يخص التوعية وفي إطار عمل الجمعية التي أنتمي لها اللي هي ميتسا الجزائر، نعم. الجمعية العلمية الطبية، وبمساندة بلدية محمد بلوزداد قمنا بحملة شاسعة واسعة النطاق في محمد بلوزداد، وين وعينا الناس بضرورة ما تكفيش تتريح وحدك في دارك، ميمام ولدتك يريحوا في الدار. نعم. اعطانا لوكازيون يعني باش نهضروا في الجوامع كل العائلة، وهذا الدور الوالدين لازم تحكم ولدتك في الدار، ودير لهم ديزاكتيفيتي في الدار، ودير لهم اخلق جو عائلي، ووضح لهم خطورة هذا الامر. نعم. وبيان سور إلي بلو دونجورو على لي بيرسون زاجي واللي عندهم دي مرضي كرونيك، ولا الناس الكبار اللي عندهم امراض مزمنة، بصح هذا لا يعني انك تخلي ولدك سوسوا 16 18 سنة. نعم. عامين ثلاث سنين ولا ما عبيش، لازم تحكمهم في دارك وتخلق جو عائلي. راهي الحاجه ماهيش سهله. نعم. الحاجه راهي تقدر تخرج على نطاق السيطره وما يوليو، وهذا اللي رانا متخوفين منه. ربما قبل ما نكمل النقاش نروح مباشره للشريط اللي بعثوه لنا من فرنسا السيد ياسين باهي ماحي اللي بعث لنا هذا الشريط، نروحوا نسمعوه ورانا راجعين. اذا الجمعه 20 مارس في فرنسا على الساعه 7:30، بيان من المديريه العامه للصحه في فرنسا تاكد ان هناك 450 حاله وفاه، حوالي اكثر من 12000 حاله في فرنسا اليوم فقط. في ايطاليا 627 حاله وفاه. اذا العدوى تسير بشكل رهيب وبشكل خطير جدا، والامور أصبحت فعلا مقلقة جدا في كل المعمورة. نصائحنا للمواطنات والمواطنين في الجزائر، يا جماعة الأمور خطيرة، قعدوا في بيوتكم، ما تخرجوش إلا للضرورة القصوى، يعني واحد يقضي حاجاته ويدخل. النظافة، غسلوا يديكم، حافظوا على المسافة بينكم وبين المواطن الآخر متر. هذا واش بقى لي نوصوا حتى نقلل من هذه العدوى ونكسر هذيك لاشين دو ترانسميسيون دو فيروس، سي لو سول مويان. دونك هناك أشياء مليحة، أنه نظافة الأماكن بار لا ديزانفيكسيون دي زوندوا سي تري بيان، ولكن فوالا العدوى راها تمشي وتسير بشكل رهيب، و نو سوم كو ديبي، رانا عاد في لو ديبي دو سيت بانديمي. دونك ماذا بكم، ما تخرجوش من دياركم، ماذا بكم خذوا الاحتياطات نتاعكم. نعم، اذا نشكر السيد ياسين ماهي باهي اللي هو طبيب وربما يعمل بفرنسا. من فرنسا نروح مباشره الى برشلونه الاسبانيه، نشوفوا كيفاش هي الاجواء هناك. Bonjour. Je poste cette vidéo aujourd'hui pour vous faire part du quotidien Barcelone. Comme vous pouvez le constater, les rues sont pratiquement désertes. Je pense que les Barcelonais ont quand même pris conscience de la gravité de la chose et appliquent à la lettre tous les conseils donnés par le gouvernement espagnol et par le corps médical. Donc confinement total. La situation dans les hôpitaux ici en Espagne commence à devenir chaotique. Mais bon, je pense que c'est pas propre à l'Espagne. Il n'y a aucun pays, à mon sens, qui puisse recevoir des centaines et des centaines de personnes au quotidien. Donc la seule façon d'éviter ce collapse est de bien respecter toutes les règles et de bien rester chez soi. Donc s'il vous plaît, nous les Algériens, on a toujours été plus forts que tout le monde, ça on le sait, ma carte mouchkil. Mais pour une fois, essayons de faire comme tout le monde. Restons à la maison, s'il vous plaît. إذن فرنسا إسبانيا. الآن نروح عند الصحفي خلاف مزود اللي في كل مرة يبعث لنا أهم يعني المراحل اللي وصلوا فيها بالولايات المتحدة الأمريكية، نروح نسمعوه ورانا راجعين. أمسية طيبة لك يا نيسا ولكل المتابعين. بداية الحديث أود أن يكون من نهاية المراسلة السابقة، أين كنا نتوقع ونستطلع كيف سيواجه العالم هذه الجائحة. فهناك بلدان اتخذت كل الإجراءات اللازمة وذهبت إلى
موقف الجدي والحطة والحذر، فهي استطاعت أن تحاصر على الأقل هذا الفيروس في بقع صغيرة معينة، فيما ذهبت بلدان أخرى إلى طريق السخرية من هذا الوضع وهذا أو هذه الجائحة الخطيرة، فذهبت ووصلت إلى ملا أحمد عقبة في هذه الأيام. فمثلا نشاهد هنا بالولايات المتحدة الأمريكية، النظام الفيدرالي ساهم وساعد كثيرا في عدم تطور هذا الفيروس من خلال إصدار حكام الولايات لربما حالات الطوارئ وأمثال هذه الإجراءات اللازمة دون انتظار قرار رئيس البلاد، فيما انتظرت بلدان أخرى قرار رئاسة الجمهورية ورئاسة البلاد للذهاب إلى اتخاذ إجراءات الوقاية والحذر من هذا الفيروس. إضافة إلى هذا، هنا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط ولاية كاليفورنيا هي التي ربما وصلت إلى الدرجة الثالثة وفرضت حظر تجول على المواطنين، فيما يبقى بعض الناس يخرجون في ولايات أخرى لقضاء حاجياتهم من مواد للأغذية وأدوية، فيما الحذر يبقى دائما يرافق الجميع وكل واحد يأخذ كل سبل الوقاية من هذا الفيروس. فعلى سبيل المثال هنا بولاية أوهايو التي أتتواجد بها استطاعت حصر هذا الفيروس بمتابعة حاكم الولاية للفيروس منذ بانطلاقة أول إصابة هنا، فبدأت ظهور هذه الإصابة في 9 مارس، في ذلك اليوم مباشرة اتخذ كل الإجراءات وأعلن حالة الطوارئ في الولاية. اليوم أوهايو تعيش وهي في حالة إصابات وصلت إلى 119، لكن دون تسجيل أي وفاة لغاية اللحظة. وأما عن الذين يتساءلون ويتحدثون عن اللقاح، وفي مختلف بلدان العالم هناك من ربما يتفاءل بوجود هذا اللقاح وخروجه هذه الأيام إلى المستشفيات، نعيد ونكرر بأن المختصين يؤكدون وليس يصرحون فقط، يؤكدون بأن من المستحيل خروج هذا اللقاح أو الدواء في هذه الأيام إلى الأسواق. فهنا في أمريكا التحليلات والتجربة على المصابين هي جارية الآن بولاية واشنطن بمدينة سياتل، لكن الوصول إلى خروج هذا اللقاح إلى الأسواق ستطلب مدة، ولما نقول مدة ليس أياما إنما شهورا. واليوم نعيش ونشاهد كل بلدان العالم خصوصا حتى الصخبة منها هي الآن سكت صخبها، وحتى مدينة نيويورك هنا بالولايات المتحدة الأمريكية التي تسمى بالمدينة التي لا تنام فالآن قد نامت. إذن فما علينا إلا اتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر لتفادي الكارثة في انتظار القدر المحتوم. إذن شكرا للصحفي خلاف مزود المتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية. نعم توفيق بدن. ربما ملاحظة مهمة لطرق لها خلاف وهو مشكور على هذه الإرسالية، أنه في مدينة أوهايو الأمريكية اللي هي فيها 12 مليون نسمة، يعني عدد تعداد سكانها ما يقارب دولة تونس بأكملها، سجلت 119 حالة لكن عدد الوفيات 9، وهذا هو التساؤل المهم جدا على أن الجزائر تسجل 90 حالة لكن عدد الوفيات 12. هنا المفارقة، وهنا المفارقة نظن باللي جاوبها هو في النظام الصحي الذي تتبعه الدولة، لذلك هو قال شيء مهم جدا أن النظام الفيدرالي الأمريكي ساعد، لأنه كل ولايات عندها حكمها، عندها الحاكم، نعم استقلالية حكمها، استقلالية يعني حكمها. وعلى هذا نجي ونأكد كما كان يقول الدكتور منذ قليل ضرورة عزل الولايات لا سيما اللي فيها حالات كبيرة جدا. الآن لازم فيه إجراءات مهمة جدا اللي اتخذت في بحر الأسبوع الماضي، لكن أنا نظن على أنه هذا الأسبوع ورانا رايحين لها إلى الدرجة الثالثة، ربما غدا أو بعد غد سوف يتم إعلان طوارئ، سوف يكون حظر التجوال لا محال، ونذهب إلى عزل الولايات التي سجلت فيها أكبر حالات لكي لا يتم تفشي. نروح عند دكتور فريد بن يحيى، يعني كل المدن الكبرى، نيويورك المدينة التي لا تنام، روما، باريس، ميونخ، كذلك مدريد اللي هي الآن خاوية على عروشها، يعني اليوم هل نقدر نقول فعلا أنها حرب بيولوجية؟ يعني ربما كان اللي قال لك بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أم يعني حرب مفتعلة أم لا دكتور؟ شوفي احنا باش نقولوا، تكلمت لك باش نديروا نحكموا الفيروس
ونديروا السيكونساج تاعو يعني التسلسل تاعو بالجينوم يعني بالجينات باش نعرفوه. الخبراء الصينيين نعرفوهم في الدبلوماسية تاعهم ناس عندهم الحكمة ومحافظين يعني ما يقدروش حتى وصل لهم السكين العظم مع ترامب، لكن كانت عندهم الحكمة ديما تسير الأمور باش ما يدخلوش في صراع يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الوزير الصيني اتهم الولايات المتحدة الأمريكية على أنها هي اللي عملت هذا السلاح البيولوجي، وقال باللي كانت فيه يعني ألعاب عسكرية في منطقة يوهان، وما ننسوش أن منطقة يوهان في الصين هي مدينة تكنولوجية فيها المخابر الكبرى، الأبحاث، براءات الاختراع الكبرى في العالم موجودة كلها في يوهان. يعني هما الصينيين اتهموا الأمريكيين، الأمريكيين ردوا قالوا لا باللي عندكم أنتم اللي استعملتوا هذا الأمر هذا بتشتري بعض الشركات يعني صينية وغيرها. إذن فهي حرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. علاش نعرفوا الحرب؟ احنا ك يعني محللين سياسيين او نشوفوا ككبراء في الميدان الاقتصادي نشوفوا انه الولايات المتحده الامريكيه عندها نسبه نمو تاع 2%، الصين عندها نسبه نمو تاع 6%، يعني بعد 10 15 سنه تصبح الصين يعني الدخل القومي تاعها اكثر من الولايات المتحده الامريكيه. إذن فالمدخول تاع أمريكا 18,000 مليار دولار في البي بي تاعهم، صادرات أكثر من 600 مليار دولار. فالصين الآن عندها احتياطي صرف كبير يعني حوالي 3,000 مليار دولار، سلفة الولايات المتحدة أكثر من 1,000 مليار، لكن بعد سنوات راح تفوت الولايات المتحدة. إذن فلهنا الخطر، الصين الولايات المتحدة تريد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أنها تبقى هي أول قوة في العالم. إذن فلهنا بالنسبة للتحاليل تاعنا هي أنه ممكن أنه يكون سلاح بيولوجي وممكن غير ذلك، لأنه لما نروح للمخابر، لما نتكلم عن المخابر P2 يعني ولا P3 ولا حتى P4 موجودين 4 في العالم، يعني كان سكون أبل لا شامبر نيجاتيف يعني البيت السلبية، مستحيل أنه الفيروس يخرج من 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 المنطقة هذه. نعم. يعني في المخابر الخبراء الموجودين المختصين في الميدان البيولوجي يقول لك مستحيل أنه الفيروس يخرج من P2، وعلى اسم P2 يعني الأمن نتاعها يعني اثنين P2 أو P3 والP4 هي ممكن أنها تفعل أو تصنع الأسلحة البيولوجية هذه. إذن فالخروج هذا نتاع الفيروس يا إما خرج بطريقة مباشرة الناس خرجته، أو خرج من طرف الناس كانت عندهم العدوى وهم عدو الناس. إذن لابد أن نوصلوا الإنسان صفر يعني الإنسان اللي بدأت به العدوى. لكن تبقى أمور محيرة لما نديروا الكارتوغرافي تاع العالم، العالم وخريطة العالم، نلقاو دول غير مقيوسة كما الهند مثلا. نعم. مش مقيوسة كما منغوليا، كما الفلبين، كما تايلاند، يعني شيء قليل يعني كما النيبال، كما وهذا راجع مانيش عارفين يعني السؤال يبقى مطروح الان. يعني ما عندناش لابد احنا السفراء نتاعنا اللي في الخارج والناس الملحقين العسكريين يعطيونا وش هو السبب. اذا فلهنا هذه غير مقيوسه. الدول اللي تقاس كثير هي اللي كانت في حرب امريكا هي الصين الاولى، ايران مع البرنامج ربما رحلات الجويه في هذه المدن كثيره دكتور، مانيش عارفين حتى لما نشوفوا طريق الحرير، طريق الحرير اللي مضات عليه إيطاليا ومضات عليه كذلك فرنسا، يعني تأثروا كثير بالأمر هذا. إذن فما نش عارفين هل هم صنعوا الفيروس يعني حروب بيولوجية وصارت الحرب البيولوجية، وبين قوسين إيران المتضررة يعني الكبيرة مور الصين يعني من بعد الصين، لكن نعم. هم تحت الحصار الأمريكي، لكن استطاعوا أنهم يلقوا دواء أنه يحمي الرئة ورح يبيعوه في العالم، قدروا يستعملوا كذلك براءات اختراع عملوها في شهر او في شهرين كيفاش يعملوا. نعم. يعني الفحوص في باش يعرفوا هل الانسان هذا حامل الفيروس او لا، يعني رغم الحصار. المانيا كذلك عندنا مخابر قمه في العالم، ترامب طلب انه يشتري العلماء تاعها يعني بطريقه يعني غير مباشره او. نعم. مباشره استعمل القوه تاعو. نشوفوا كوبا كذلك اللي موجوده في يعني في امريكا اللاتينيه، لكن المستوى العلمي نتاعها في حرب الفيروسات وكذلك في الابحاث نتاعها راهي مستوى عالي يعني نقول بكل صراحه. لكن الشيء اللي مطروح الان هو لما نشوف الحرب هذه الماليه ممكن انها تخلق، بالنسبه لي كتحليل اقتصادي، انها تخلق صراعات دوليه ممكن ان نوصلوا حتى الحروب البيولوجيه. علاش؟ لانه
لأن الولايات المتحدة الأمريكية استعملت هذه الفيروسات في الحرب في فيتنام، في حرب الكورية الشمال بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في 52، وهذه معروفة، استعملوا كذلك بعض الأسلحة في الجنوب نتاع هذه الأسلحة موجودة. وشكون الجيوش اللي راهي مجهزة للحروب البيولوجية؟ هي كانت الاتحاد السوفيتي سابقا، وكذلك كانت الولايات المتحدة الأمريكية. الصين ربما كانت مش مجهزة، ربما عندها بعض الأمور، لكن ربما في الجيش نتاعها، لكن مش معتمدة كجيش، يعني اون ارمي، يعني جيش متخصص في الحروب هذه. لكن الشيء اللي يخوفنا أكثر حنا الآن هو لما يتكلم يعني ربما كارل ماركس في الكتاب نتاعو الكابيتال، يتكلم على لما ممكن أنه الكابيتال يوصل في أزمات أنه يفتعل بعض الحروب ويطبق قوانين غير واضحة، يعني ضد الإنسانية، كما دارت فرنسا في الجزائر لكود لانديجانا اللي كتب عليها لكور غروميزون، كتب على الجزائر كيفاش، كذلك لكود نوار اللي داروا في 1685 نظن، يعني كيفاش يجرموا يعني ويسمحوا انهم العبيد الاسود، يعني العباد باعوهم في سوق الرق. اذا فالكابيتال لما يكون مهدد او الجماعات هذه ممكن انها كما يسميها كذلك ريكاردو يتكلم يقول لك لا ما انفيزيبل كي ديريج لو موند، يعني اليد الخفيه اللي تسير. وما ننساوش انه العالم ليس مسير بالمؤسسات الدوليه، يعني قال البيت الابيض او البوكنغام او لوكي دورسي او الكريملا، لكن فيه منظمات خفيه تسير في العالم. اذا فهنا احنا ما نقولوش هذه حروب رجوله، لكن فيه يون بيست، يعني فيه في امور تخلينا نشكوا. نعم نشكك يعني أنها معناش أمور أكيدة، نعم. لكن فيه شكوك. نعم جميل شكوك. جدا نبقاو في هذه النقطة مشاهدينا، فاصل ونواصل. إذن نعود نرحب بكم أنتم مشاهدين في الجزء الأخير من برنامج الجزائرية شو. نروح للسيد يحيى زان نتكلموا على هذا المنتدى الاقتصادي الجزائري اللي راك على رأس هذا المنتدى، يعني قمتم بمقترح لربما رئاسة الجمهورية، كيفاش كان ربما كان من السهل تمدوا لهم مقترح وشنو هو أكيد هذا المقترح اللي حابين نطلعوا عليه اليوم؟ بارك الله فيك. بداية حبيت نزيد إضافة على التعليق على نعم. قلت أنا من بين القطاعات والأوضاع الاقتصادية الجديدة راح يفرضها هذا الفيروس هو إعادة النظر والتفكير في منظومة التسيير. من بين الأمور الأساسية هو اللامركزية في التسيير وإعطاء الدور للتنمية المحلية، التنمية المحلية وقرارات المسؤول الأول في الولاية وهو الوالي. ممكن في المناقشات حول الدستور راح يطرح أن الوالي ينتخب كما ينتخب رئيس البلدية، معناتها لا مركزية، مش نظام فيدرالي أمريكي ولا كذا، ولكن نخرج من اللامركزية الاقتصادية واللامركزية السياسية وإعطاء المحلي التنمية المحلية دورها في التنمية واتخاذ القرارات. مثال والي البليدة كان قادر ياخذ قرار أنه عزل البليدة ونيطا دو سياج اكسيتيرا، نعم. معندها تعطى له الصلاحيات. نولي إلى المنتدى الاقتصادي الجزائري، نعم. ما هو الجزائري؟ الاقتراح سيد زان؟ كل حال الوضع معناتها اللي احدثه الوسمو خلى كل الخبراء الاقتصاديين وخلى الوسمو الطبقه الاقتصاديه في الجزائر، وهذا كان كل حال كان طلب منذ سنوات في خاصه في العشريه كذا، اننا نعيد التفكير في المنظومه الاقتصاديه الجزائريه اللي كانت مبنيه على الريع البترولي، ولليوم معناتها بعد الهزات الاقتصادية من 2008 2015 وجينا إلى 2000 كذا، معناتها البترول
معناتها ما عادش معناتها النافذ الوحيد وفي كل حملة انتخابية نقولوا أنه نتكلموا ما بعد البترول وفي كل واحد يدير حملة انتخابية على هذا المنطلق يعني ماشي حملة انتخابية ولكن معناتها المبادرة أن تلاقينا مع مستشار رئيس الجمهورية بعد بعد لقاء مع خبراء تاع المنتدى معناتها وجدنا أرضية وجدنا تحليل على الوضع الاقتصادي وجدنا اقتراح لأرضية معناتها كيف أن نذهب إلى تأسيس إلى نظام اقتصادي جديد ودعوة إلى ندوة وطنية معناتها راح يكون فيها معناتها كل الشركاء الاقتصاديين خبراء اقتصاديين نعم. المجتمع المنظمات الاقتصادية والاجتماعية مع المنظمة مع الأحزاب السياسية أننا نتفق على برنامج إنقاذ وتوافق اقتصادي في الجزائر للمرحلة معناتها الجاية معناتها إلى 2050 الآن الجزائر اليوم بعض الأزمات تفرض عليك أنك تعيد النظر في آلية التفكير الآن لابد الذهاب للاستثمار في كما قلوا في المعرفة الآن معناتها الاستثمار اللي ينتظره الجزائريون هو الاستثمار كما قلوا استثمار في المعرفة الاستثمار في المعرفة ونعطي قطاعات مهمة جدا في الجزائر كأولوية قطاع الفلاحة نعم. قطاع الصناعة قطاع الخدمات قطاع السياحة قطاع الطاقات المتجددة قطاع الرقمنة لابد أنه يأخذ الحائز الأكبر نعم. من تفكيرنا نعم وهذا ما نتمناه للمنتدى إن شاء الله كما قولوا إحنا كما قولوا مبادرة يعني قمتم بها قمنا نعم. بها راهي على مستوى رئاسة نعم. الجمهورية وشكلنا فريق حوالي من 60 خبير اقتصادي معناتها ندرسوا في دراسة كما نقولوا هذا سيت بلاتفورم دو ريدريسمون ايكونوميك وان شاء الله ان شاء الله وهذا ما نتمناه لاعادة بحث الاقتصاد بالتنسيق مع الرئيس الجديد للمجلس الوطني الاجتماعي الاقتصادي الكناس وان شاء الله كما نقولوا هذه المبادرة جميل وهذا جدا ما ينتظره نعم. الجزائريين نعم. بعد خروجنا سلامة من فيروس إن شاء الله هذا ما نتمناه السيد حجيمي تكلمنا على فيروس كورونا ولكن البشرية عرفت فيروسات مرت عليها أستاذ حجيمي فوق الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يعني إنسان لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما تبايعنيش في اليد ديالي لأنه بيك يعني الجذام يعني هو رفض أنه الإنسان يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى في وقت الصحابة كان هناك الطاعون اللي ضربهم آنذاك فنقولوا أنه كل هذه الأمور مرت عبر الزمن وعبر البشرية يعني ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا مما علمنا اللهم إن أعوذ بك من الجذام والبرص والجنون نعم. وغير ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام أول من كما تكلم الأستاذ الدكتور يحيى أول من فعل الحجر الصحي على مسألة الطاعون البلد الذي فيه طاعون إذا كان الإنسان فيه لا يخرج منه وإذا كان خارجه لا يدخل ولهذا حتى سبق ما تحدث عنه ما يذكر الآن في الإستوريك ميدسين متعلق بالفيروسات وغير هذا للأسف نحن ضيعنا كثير من ثقافتنا الإسلامية الصحيحة السليمة ولعل الكاتبة الألمانية التي ماتت عن قريب التي ذكرت تحدثت في كتابها الشهير شمس العالم تسطع من عند العرب ومن عند المسلمين وتحدثت نعم تحدثت على أن كل العلوم التي هي الآن مؤسسة في العالم منها كتاب ابن سينا في القانون في الطب يدرس في أمريكا ويدرس في أكبر الجامعات عندنا احنا عندنا أمية ثقافية بالنسبة للمثقفين ليس عموما لكن ما عندناش ديك الدراية الكاملة حتى في تاريخ الطب وغيرها في هذه المسائل نحن بحاجة إلى دراسة أنفسنا وإعادة ما كان نتكلم على الرقمنة والاقتصاد وغيرها دراسة حتى أنفسنا وشخصيتنا من علومنا التي ضيعناها وبهذا النبي عليه الصلاة والسلام القصد من المصافحة لأن الجذام هذا قد ينتقل, نعم ينتقل ولحد الآن ربما المختصين في البرص أن البرص هل ينتقل أم لا ينتقل الجنون ليس ينتقل أما الطاعون ينتقل نعم. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لنا الوصفة الكافية
الشافية لما يتعلق بالأمراض. ولهذا ربما الذين بدأوا في أول اسم أعطوها للأوكرانيين لما أعطوها لما كانت السفن تمر على إيطاليا وتركوا المدة التي هي 40 يوم، فوجدوا أنه في خلال 37 يوم شوفي من كان عليها. لا. فأعتقد حتى كارونجور اللي يتكلموا عليه الآن في الطب وغيرها كانت من ثقافة المسلمين في ذلك العصر. صح. للأسف عندنا يعني حياة سلبية لا نعرفها أو لا نطور أمورنا بالنظرة للإسلام الذي هو يجمع بين العلم وبين المعرفة وبين الحق وبين العبادة. لا شك أن الجانب التعبدي جانب مهم. الآن ما يتكلموا عليه الصينيين، رأيت قبل أيام كيف يعني يستعملوا اليوغا وغيرها في بعض الديانات. نعم. يقويون المناعة الروحية للدفاع عنهم. إحنا المناعة الروحية موجودة، كان مفروض تكون عندنا دعاء القنوت. دعاء القنوت اللي هو يوصي به النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوات التي تكون فيها دعاء النوازل. دعاء النوازل هو جزء من الأجزاء التي يدفعنا الأذكار، التسبيح، الاستغفار. ثانيا أصلا هذا الإسلام يتعامل بباب نسميه في علومنا باب الطهارة. فالطهارة هي شيء مهم. نعم. كل العلوم كل المعارف سواء في الأوبئة أو في التخصصات الأخرى تركز على أن أكبر شيء هو الطهارة. نعم. هذا الإسلام الذي نحن لا نعرف قدره ومكانته في العالم الآن أصبح العالم كله نحو الطهارة. أعتقد أننا كمسلمين فرصة لإعادة مراجعة الذات، علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، علاقتنا مع المشروع هذا، مع هذا الكنز الذي نحن أبناؤه وننتمي إليه ولا نعرف مكانته. الجانب الروحي جانب مهم لتصعيد المناعة، هذه المناعة التي نحتاج إليها سواء في الانضباط، سواء في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة، سواء أن هذا الدين إن الله يحب المتطهرين، هذا الدين الذي يحب الطهارة ضيعنا الحدائق، ضيعنا البساتين، ضيعنا القضاء المتعلقة. أعتقد حتى الآن الفيروس الذي يقول هل هو من صنع البشر أو من صنع الطبيعة لا يزال يتحدث عنه فيما بعد الفجر. الفجر فيه هواء معين يعالج جميع القضايا المرتبطة بالرئة يعني بالتنفس. نعم. وسبحان الله هذا المرض كما قرأت يعني نعم متعلق بالرئتين، يعني على طول قوته في الرئتين، إذا تمسك بالرئة يدخل الإنعاش قل من يسلم وقل من يمشي إلى الجهة الأخرى. نعم. فالمسألة أعتقد أننا بحاجة جميعا كأمة إسلامية أولا، هذا المظهر الحزين الذي أصبحنا نراه في الكعبة المشرفة. نعم. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مساجدنا، وهذا الضرر النفسي الذي أصبح كلنا نشعر به. لكن الشريعة تقدم شيء، جلب درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والحفاظ على الأرواح من أعظم القضايا التي تقدم سوى. نعم. الشريعة، وأن لا نذهب إلى الضرر. الله تبارك وتعالى نهانا أن لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، يا أيها الذين أمنوا تلقى بأيديكم إلى التهلكة. فأينما كان الهلاك أو أسباب الهلاك أو موبقات الهلاك أو الطرق التي تؤدي إلى الهلاك، فإن الشريعة تحتفظ بهذا الإنسان. نعم. الذي قال فيه. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ولا حرمة المؤمن أولى عند الله من حرمة الكعبة. نعم. الرسالة وصلت دكتور جلول حاجمين. عاود نولي لمحمد بالعياطي، ربما طبيب عام، لربما أنت الأولى أنك تقدم رسالة للناس اللي يشاهدوا فينا أنه راكم ملزومين بالمنازل ديولكم، لأنه إذا ربما في الصحة ولا في المستشفيات فقدوا السيطرة هذا راح تكون يعني أثر يعني كبير جدا على الجزائريين. نعم بطبيعة الحال. إذا تسمحي لي عندي كلمة إضافة. نعم. للأخ الفضيل، اقترح تعديلات فيما يخص التسيير، وهذا شيء جميل جدا. وأنا أضيف على ضرورة اجتماع على طاولة واحدة لي ديفيرونت سبيسياليتي، كل المختصين فوالا لي ديفيرونت سيكتور، باش يدرسوا قرار جذري. هما الحلول الجذرية هي حلول جميلة جدا ومتفقين فيها كامل باللي هي اللي راح تحد من انتشار الوباء. لكن نعطي مثال، تسريح الطلبة الجامعيين ومن ثم غلق الأحياء الجامعية، هنا تقدر تولد 50,000 طالب ولا ما عباليش قداش كاين هنا في 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 الجزائر العاصمة، ومن بعد يفون تاتخو ديسبيرسي سور لو تيريتوار، ينتشروا في أقطار الوطن، ومن بعد نقدر نقول لك مستحيل ما يكونش واحد ولا زوج منهم عنده عدوى، مصاب بالعدوى، ومن بعد ينقلها الى غيره وفي داخل الولايات. وهذا يعني ما يفسر ظهور. انا مع الحجر. نعم. ومع ثاني توعية المواطن باش يدير الحجر لنفسه. نعم. بلا ما يجيه مفروض عليه، لا لازم تتوعى انت وتديره لنفسك قبل ما يفرض عليك. نداء الى اخواني المواطنين
وكل الجزائريين هذا ليس بمزاح، وهذا شيء خطير جدا قد يخرج عن السيطرة. ومستشفياتنا أقولها لا قدر الله لن تكفي لاستيعاب كم هائل من المرضى، وأكبر دليل على ذلك هي إيطاليا وفرنسا وبكل قدراتها والقطاعاتها الصحية. لهذا ليجيان دي سيرفاس، ليجيان دي ما نظافة الأسطح والأيدي، النقود كذلك، والنقود كل شيء، البيبان، الفواتور، أي حاجة تقيسها اليد هي ناقلة للعدوى. دونك ليجيان، نظافة الأيدي، نظافة لي سيرفاس، أي شيء، ومن ثم العزل، بقوا في ديوركم ما تخرجوش إلا للضرورة. وما هي الضرورة؟ تقضي لدارك ولا تحب تروح صح لوبيطال على جلد مرض ولا معين مستشفى. ولا مستشفى كما نعم. قلت إن شاء الله الرسالة تكون وصلت. نروح لآخر ركن حتى نختم البرنامج، ركن بوزويك. في ركن بوزويك نروح نشوف أكثر فيديو اللي كان عنده انتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ربما المخرج يمد لي هذا الفيديو. أول مرة في حياتي الإمام يأذن راهو يبكي أو يبكي، الجامع راهو مغلوق، ما قدرش يكمل الأذان، ما قدرش. يا ربي لطفك يا رب. إذا سيد حجيمي، إذا هو فيديو يعني كان أكثر انتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعليق. الحقيقة في هذا الفيديو، في فيديوهات كثيرة، وهذه تثبت أن الشعب الجزائري شعب أصيل متدين، الدين يسير في عروقه وإن لم يكن ملتزما. يعني المسجد هو أداة قوية فعالة في الشعب الجزائري، وتأثر الكثير. رأيت حتى فيديو لأم يعني لا تذهب إلى المسجد لكل صلاة، لكن لما سمعت المؤذن يقول الصلاة في بيوتكم يعني وسقطت أرضا. ورأينا اليوم يعني إمام الحرم في الحرم النبوي وغيره، والشعب الجزائري بالخصوص له هذه الميزة، وهذه حقيقة لا يرفضها أحد. الأمر الثاني وهو أنه يبقى أنه دائما مكانة الإمام ومن معه في المسجد مرتبطة بهذا المسجد وبالمجتمع من خلال هذا الأذان وهذه الصلوات، لأن هذه أعطت لنا قوة سواء في الانتفاضات، في المقاومات، في تاريخنا. كل هذا المسجد هو قوتنا الحقيقية في كل تحدي. ولهذا من هذا المنبر أقول لإخواني السادة الأئمة وموظفي القطاع عموما، أنكم لابد أن تكونوا مع هذا المجتمع في هذه المسألة الخطيرة، في هذه الجانحة، بالتعاون، بالإرشاد، بالتوعية، بالسير إلى الناس، لأن لا يزال المجتمع يسمع إلى الإمام، وعندما يخاطبه سواء بالميكروفون أو بالتوصية أو مع مجموعة من الأطباء أو المجتمع الخيري أو المجتمع المدني. فالآن لابد أن نتعاون على عدو جاء للقضاء علينا جميعا بالنصح، بالإرشاد، بالتوعية، نعم، بكل وسائل. نعم دكتور فريد بن يحيى، يعني في عجالة، كنت في كل مرة تكلمت على وزارة خاصة، ماشي التعليم العالي والبحث العلمي، ولكن وزارة خاصة بلي غوشيرش فقط. في كل مرة كنت تنادي بهذه الوزارة ولكن الوزارة ما راهيش موجودة. يعني هل ما تشوفش أنه هذه الحرب بالفيروسات رانا بعاد بزاف، على ما عندناش حتى لي لابول يقدروا يقاوموا مثل هذه الحروب؟ بالطبع لما تكلمت على إنشاء وزارة العلوم، لأنه الوزارة هذه كان دور كبار نشأوها، لأنه الأساتذة الجامعيين عندهم البيداغوجيا، عندهم التعليم، عندهم أمور. وزارة التعليم العالي عندها مشاكل كذلك، يعني تاع البيداغوجيا، عندها مشاكل تاع الإطعام تاع الطلبة، عندها مشاكل داخلية. إذن فالباحث هذا ما يقدرش يكون هو نفسه الباحث، هو نفسه الأستاذ الجامعي. إذن فلابد من الباحثين
نخرجهم نعطيهم كل الامكانيات حتى بالنسبه للحاضنات الوزاره المنتدبة للحاضنات كون لابيل زيكوباتور. هذه بالنسبه لي كنت كون تابعه صحيح كاين في الجامعات لكن دير وزاره مختصه في العلوم وهي اللي تطور الامور هذه. كذلك حتى بالنسبه للتكنولوجيات لانه الصينيين كيفاش نجحوا بالسكون لابيل بلافي تكنولوجيك نجحوا بالاسبيوناج تكنولوجيك يعني بالتجسس التكنولوجي. والوزاره هذه تكون عندها استراتيجيه تاع الدوله علاه تكلمت لك عن مراكز الدراسات الاستراتيجيه. الولايات المتحده وحدها في واشنطن دي سي عندها 400 معهد دراسات واشنطن دي سي وحدها ما بالك على هذه الولايات المتحده الامريكيه قويه عندها. نفس الشيء بالنسبه لروسيا الصين عندهم المعاهد. حنا للاسف الشديد ما نخدموش بالمعاهد ما نخدموش بالعلوم حتى من الحكومه تاع لما تكون عندها يعني ورقه طارق بتكون واضحه يعني كل وزير يمشي في جهه وما كانش تنسيق حقيقي وشفناها مع الحكومات السابقه شفنا حتى تغيير كل مره كانت غير حكومه. اذا القوه مثلا تاع ترامب او تاع بوتين مش الوزاره تاعه فقط لكن الناس اللي وراء الستار الناس العلماء الناس الاستشرافيين المختصين في الجيوسياسه في الاستراتيجيات في كذا هم اللي خطوا. حتى بالنسبه مثلا دوله كما ايران عندهم نائب رئيس الجمهوريه مكلف بالعلوم نعم. يعني المهمه نتاعو ان شاء الله نقطه نزيدها فقط بالنسبه لل نعم حتى نختم البرنامج بالطبع جمع. احنا رانا في مرحله نتاع التلاحم نتاع انسجام ما بين الشعب الجزائري ضروري. كان ناس فقراء ما عندهمش الواحد كان ناس اغنياء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول داو برضاكم بالصدقات عند الناس حطوا الصدقات. كان ناس كذلك عندهم امراض بزمنه يعني مش غير هذا كورونا كان ناس عن امراض اخرى في المنازل تاعهم ولا في المستشفيات ثاني يصدقوا لهم يعاونهم ولا بد تكون كذلك يكون فيه يعني تلاحم بين الشعب الجزائري ككل وتكون عندنا يعني العقيده تاعنا قويه كمسلمين وندعو ربي سبحانه ان شاء الله باش يرفع هذا البلاء. وكذلك لابد اول ايه نزل في القران هي اقرا على الامه تاعنا تعاود باش اذا كنا نولي امه كما كانت الاندلس كما كان العهد العباسي كما كانوا العلماء كالخوارزمي كابن سينا كابا جابر بن حيان وغيرها فلابد نعاود ونقراو ونطلعوا كما طلعت الصين كما طلعت كوريا كما طلعت الولايات المتحده كما دول اخرى نشوفوا لنا فيه نهضه جديده العالم الاسلامي والعربي يشوفوا تركيا كيفاش يشوفوا نعم. اندونيسيا يشوفوا ماليزيا يشوفوا نعم. ايران يشوفوا دول اذا فممكن انه الدول هذه كل تنهض لكن بإقرار ان شاء الله. هذا ما نتمنى له للجزائر النهوض يعني في كل المجالات اقتصاديا يعني حتى في البحوث. تفق بدني نقول فقط انه عاده برنامج الجزائريه شو ما راهوش هكذا برنامج الجزائريه شو عنده اوركستر عنده فنانه موجود عنده جمهور ولكن اكيد ما راناش في مرحله انه نستقبلوا جمهور عاده اللي رافقنا في سهرة كان ضروري أنيسة أننا نتأقلم مع الوضع ونساهم بقدر المستطاع مثل هذه الحصص كي نوعي المجتمع والمشاهدين هم بأمس الحاجة بمثل هذه الحصص. إلى أن أنيسة في الختام نقول على الدولة الجزائرية ربما ما زال ختام لا توفق بداني حتى نشاهدوا ربما صور احنا نتكلموا أنه الهلال الأحمر اللي مر للقناة للتعقيم يعني حتى نعم. احنا كان ظرف استثنائي اليوم قبل يعني أنا نشوفه في الصور لا هم مشكورين الهلال الأحمر اللي مر للقناة نعم. للتعقيم وهذا شيء جميل أنه راهم يمروا على كل القنوات واليوم مروا على قناة الجزائرية وان حتى احنا نكونوا في أريحية ربما في هذا حتى الاستوديو هذا قام كان يعني قبل تسجيل الحصة قام الشباب نعم. بتعقيمه من جمعية الهلال الأحمر الجزائري نعم. ومشكورين على هذه المبادرة وإن شاء الله تعمم لكل المؤسسات نعم. حتى المنازل اللي ملا المنازل المشكوك فيها في حالة وجود حالة نعم. معينة يمكنهم الاتصال نعم. إذن اليد في اليد لمحاربة هذا الفيروس الغير المرئي لحد الساعة. فنشكر الهلال الأحمر وكذلك نشكر كل الضيوف سيد جلول حجيمي الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة شكرا على قبولك دعوتنا مرة أخرى سيد محمد بالعياطي طبيب عام وكذلك عضو جمعية وشنو هي الجمعية؟ نتسال الجزائر الجمعية العلمية الطبية نعم الجمعية العلمية. كذلك أشكر السيد يحيى زين أمين عام المنتدى الاقتصادي الجزائري شكرا على قبولك دعوتنا وكذلك الدكتور فريد بن يحيى الخبير في الاقتصاد وفي العلاقات الدولية والدبلوماسية ومتخصص في التكنولوجيات المتطورة شكرا. توفيق بدني نتلاقاو الأسبوع المقبل الأسبوع المقبل إن شاء الله وربما
لكن زالت كورونا سوف نلجأ إلى مواضيع أخرى، لما زالت كورونا نبقى دائما في قضية الوعي الجماهيري. نعم. إذا مشاهدين تلقوا إن شاء الله إذا حب ربي سبحانه تلقوا نفس التوقيت نفس القناة قناة الجزائرية وان في برنامج واحد برنامج الجزائرية. شو إلى اللقاء.